كان لطيف معايا في الأول وكريم معايا، ما قصرش في أي حاجة. حاول يلطف الجو بيني وبين بسنت عشان الدنيا تمشي. الحاجة الوحيدة اللي كدبت عليه فيها ما حافظتش على عهدي معاه، هي عيلتي. ما كانش ينفع أسيبهم في الظروف اللي أنت شايفها دي. زي ما رعيت ربنا فيه، رعيت ربنا في أهلي. لحد كده وعداك العيب؟ هو لحد كده فعلا وبس. بس بعد رجوعي من بره ودخولي الفيلا حصلت مشاكل كتير قوي مع بسنت. كانت دايما بتحسسني انها ست البيت، تقعد تلقح عليا بالكلام عن فرق السن اللي بيني وبين ابوها، وانها انا بنت ناس، وانها شكل ما يديش ان انا متأصلة زي عيلة امها. كل يوم كان بيعدي عليا في البيت بحس انها ببعد عن سالم، وان السجن اللي انقذني منه تمنه غالي قوي. انا برضو تقريبا كنت عايشة في سجن كل يوم. كل العز اللي انت فيه ده وبتسميه سجن؟ لما تحس نفسك صغير قوي تتشتم تتهزق وتتضرب ده مش شغالين، مش قادر تقول حاجة، ده تسميه ايه؟ عشان كده عملت فيلم الخطف انت واخوكي. بعد الانفلات الامني اللي حصل في البلد وحوادث الخطف اللي كنا بنسمع عنها كل يوم، واحساسي ان وجودي في البيت بقى على كف عفريت، فكرت فكرة كده. كلمت علي أخويا وخليته يكلم فوزي ابن عمي، بيعملوا إنهم خطفوا واجية ونطلب فدية 10 مليون جنيه أأمن بيهم مستقبلي أنا وابني، عشان لو بسنت غدرت بيا وخالد سلم يغدر بيا في يوم من الأيام. وأنا جيت أنقذتك وبوظت كل حاجة. هتصدقني لو قلت لك إني بحمد ربنا إن ده حصل؟ تحمدي ربنا؟ تحمدي ربنا إن أنا ضيعت منك 10 مليون جنيه؟ حطي نفسك مكاني وعقليها. ازاي؟ انا حكيت لك حاجات انت لو قلتها هتعرف قد ايه انا كنت صريحه معاك، ما خبيتش عنك اي حاجه. حتى لو اللي انا قلته لك ده هيغير نظرتك فيا، فكره الخطف دي جت لي في لحظه ياس، مش تضحك عليا فيها. حسيت ان انا في يوم من الايام هخرج من البيت ده وانا خسرانه شبابي وصحتي في خدمة راجل أكبر من أبويا، على أساس إن هما من طينة وإحنا من طينة تانية. بدي اللي أنا عملت حسابه حصل، وجايز جدا كنت سالم كتب كل فلوسه باسم بسنت يوم جوازتها، وأبقى طلعت من المولد بلا حمص زي ما بيقولوا. أيوة بس أنت عندك وجيه والضنا غالي زي ما بيقولوا. تفتكر واحدة زي عيلتها كده ظهرهم للحيط تقدر تقول بم لو سالم الجرح اللي بكل جبروته طردها وخد ابنها ورماها بره؟ دكتور جاي. انا جوه. عن اذنك اخش اشوف بابا. خدي وقتك خالص. ها ايه الاخبار؟ كله تمام؟ تمام يا ريس. فتحت عينيك كويس. هاي. هلو. هاي. هاي سايزا. ازيك يا سليمان؟ باشا عامل ايه؟ انا تمام. أنا بكلم سالم بيه من الصبح، قافل تليفونه ليه؟ في حاجة ولا إيه؟ ما هو طلع البحر عشان المصلحة بتاعت حسونة. وأنت عارف بقى لما بيطلع البحر بيقفل كل تليفوناته علشان محدش يقدر يقطره ويعرف هو مسافر في أي بلد. طب وبعدين؟ ده أنا عندي عملية كبيرة قوي فيها غلة بالهبل، بس مصاريفها ياما. ما عندكش حل بقى غير إنك تستنى لما يرجع. طب ما قالكش هيقعد قد ايه المره دي؟ يعني يومين ثلاثه بالكتير. الكلام ده على ضمانتك يا سليمان؟ واضح ان المساله مستعجله قوي. عموما لو كلمني انا هفهمه الليله كلها واطمنك على طول. وانا هستنى تليفونك. سلام. منورين يا معلمين.
أنا عايزكم تطمنوا على آخر الأسبوع فلوسكم كلها هتكون جاهزة بإذن الله. يا معلم أبو العز لو عندك مشكلة إحنا ممكن نشوف لك شريك. ولا شريك ولا فريك يا قرش، عداوة وقدود وأشيل أي عملية لوحدي. كلامك مظبوط يا سيدي الناس، على البركة إن شاء الله. بدعتكم هتوصل إمتى؟ طمنيني، الدكتور قالك إيه؟ هيعمل لها العملية أول ما يظبط لها الضغط والسكر. يا مسهل يا رب. مالك؟ خايفة من اللي جاي. سالم لا قدر الله لو جرى له حاجة، بس أنت هترميني أنا وابني في الشارع. تعرف أنا دخلت المكتب امبارح قعدت أدور على الأوراق من وراه اللي كاتب فيها كل حاجة باسم بسنت، بس ما لقيتهاش. أكيد حطيتها في الخزنة. معاكي نسخة من المفاتيح؟ لا المفاتيح ولا الأرقام. تفتكري سالم الجارح اتجوزك ليه؟ علشان أجيب له الولد. طب ما هو عنده بسنت. سالم عايز ولد عشان يشيل اسمه. أنت عارف إن هو قال لي لو المولود جه بنت أنزله. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ وحشتيني، قلتك اشوفك. القلوب عند بعضها؟ تشربي ايه؟ ولا اي حاجة، جاية اطمن عليك وامشي على طول، مش عايزة اعطلك. لا العطلة ولا حاجة. اخبارك ايه؟ كويسة جدا والحمد لله. الشغل عامل معاكي ايه؟ يعني هو لسه بنشم نفسنا، نسبة الاشغال ماشية واحدة واحدة زي السلحفة، بس الحمد لله كنا فين وبقينا فين. الحمد لله، اهو البلد كلها ماشية زي السلحفة. قولي لي بقى أخبار فنجالي معاكي إيه؟ أهو أديني قاعدة مستنية ومجهزة الفستان. تتريقي؟ طب هتشوفي. مش هتعدي عليكي السنة دي إلا وأنتي لابسة أبيض في أبيض زي ما قلت لك. دي حاجة السلطة. إيه يعني واحد غير اللي هياكلها؟ بلاش دلع، خليني أكمل. طب آخد واحدة كمان. يا أخي هات، هو اليوم اللي تقعدوا أجازة يجي على دماغي؟ سلامة دماغك. قولي لأمك عاملة إيه؟ ما خرجتش من أوضتها من صباحية ربنا. غريبة يعني، تاني يوم ليها في الأوضة، معتصمة دي ولا إيه؟ وأنا عارفة لها بقى. يا رب تكون عيلة، يا رب وقالتك في خير شر ونخلص.